دلوقتي بقى وقبل ما نروح لفقرتنا الصحفية وهيكون طبعا لنا لقاء مع الكاتب الصحفي الأستاذ بشير حسن، خلينا نشوف مع بعض كده تقرير عن الراحل حسن فايق. أحسن تعليق سمعته عن حسن فايق إنك لما تشوف صورته تسمع ضحكته. حسن فايق من أكبر فنانين الكوميديا في مصر والعالم العربي، اشتهر من خلال أدوار كوميدية كتيرة جدا، اشتغل في مسرحيات كتيرة جدا زي حكم قرقوش والدنيا لما تضحك وستات ما يعرفوش يكذبوا، ده على المسرح ولا خمسة طبعا، واشترك كمان في بطولة يعني عشرات الأفلام، أشهر أفلامه أم رتيبة، زوجة 13، ليلة الدخلة، سكر هانم، العقل والمال، لعبة الست، وغيرها من الأفلام اللي لحد دلوقتي احنا بنعتز بيها. حسن فايق صاحب اشهر ضحكه وكان اسمه ابو ضحكه جنان لحد يعني كل الناس كانت مسمياه بهذا اللقب، وكان بيسعدنا كلنا بخفه دمه وببساطته في الاداء. اصيب حسن فايق بالشلل فجاه وهو قاعد على القهوه وفضل يعاني من الشلل لمده 15 سنه. طبعا ده كان جراء هبوط حاد جاله في يوم زي النهارده 14 سبتمبر سنة 1980، وانتقل إلى ربه في هذا اليوم. والنهارده احنا نهاية الأسبوع بنحتفل أو بنحيي عفوا ذكرى الفنان الراحل حسن فايق. صاحب أشهر وأجمل ضحكة في تاريخ السينما، استطاع بأدواره المميزة التي جسد فيها شخصية الرجل الطيب خفيف الظل والساذج في بعض الأحيان أن يحفر اسمه في تاريخ السينما كأحد أهم نجوم الكوميديا على مدار تاريخها. إنه الفنان حسن فايق. لا جميل قوي الشقة دي، وبار كمان. يا خلبوص. ولد بمدينة الإسكندرية عام 1891، وعمل بائعا في إحدى محال ملابس السيدات بعد حصوله على الشهادة الابتدائية. بدأ احتراف التمثيل وهو في سن 16 من عمره مع فرقة للهواة، وذلك في أعقاب وفاة والده والذي كان رافضا لعمله بالفن، ليقدم مع روزا اليوسف رواية فران البندقية. بعد ذلك انضم إلى فرقة عزيز عيد، ثم تركها ليقوم بتكوين فرقته، وافتتحها بمسرحية من تأليفه بعنوان ملكة جمال، وبدأ إلقاء المونولوجات الفكاهية، وكان يقوم بتأليفها وتلحينها. حاجات فارغة بتسميها حاجات فارغة، يا بني آدم يا وخم، يا بدمك أسقع من إزازة الكاتوزة، حاجات فارغة يا روح. عمل مع فرقة رمسيس وجورج أبيض ونجيب الريحاني وإسماعيل ياسين وفرقة التلفزيون المسرحية، وكان له دور كبير في ثورة 19 من خلال المونولوجات الساخرة من الاستعمار الإنجليزي والتي كان يلقيها وهو محمول على الأعناق لتلهب حماس المتظاهرين. وحينما مرض أرسل إليه سعد زغلول ليعود ويلقي مونولوجاته في الجماهير. ثلاثة عطباجية عايشين بلطاجية، عاملين رباطية وعايزين يكبسونا. كان فايق من أوائل الفنانين الذين عملوا في السينما منذ بدايتها، فبدأ مشواره السينمائي من خلال فيلم أولاد الذوات، ثم قدم بعده بثلاث سنوات فيلم عنتر أفندي. أطفي النور. حاضر يا روحي. طب اشتغلي كده من الصبح. أطفي النور. أما الفيلم الثالث الذي اشترك به فهو فيلم بسلامته عايز يتجوز، وحقق فيه نجاحا كبيرا وبدأ الجمهور يعرف اسمه. توالت أفلامه بعد ذلك. ألو ألو، سعادة صابر باشا عبد الصبور وزير الأوقاف الأسبق. أيوة أنا صابر باشا. مكالمة شخصية من مصر يا فن. أيوة خليك معايا. معك. خليك معايا. أيوة معاك معاك. خلال مشواره السينمائي قدم عشرات الأفلام مع كل نجوم السينما في تلك الفترة، وبرع في أدوار الكوميديا وخاصة الأدوار الثانية مع الفنان الكبير إسماعيل ياسين. بلاميهو، هو الجواز لذيذ بالشكل ده؟ أمال كلمة جواز يعني كل شيء في الدنيا. شيل الألف تبقى جوز، ولوز وعين جمل وفزده. شيل الألف والجيم تبقى وز، وفراخ وحمام وبك. شيل الالف والزين تبقى جو، منعش ولطيف ويرد الروح. شيل الالف والجيم والزين تبقى واو، يعني واه واه.
من أعماله السينمائية أيضا أم رتيبة الزوجة الثالثة عشر. يعني لما الواحد بصحي عايدة مش بتجري على الشباك عشان ترمي نفسها منه؟ هي عملتها فيك الخنزارة. يا عم أرجوك قولي الحكاية ريحني. ليلة الدخلة، عريس الهنا، ولعبة الست، والعيش والملح، وأمر 14، وحسن ومرقص وكهينة، وإسماعيل ياسين في جنينة الحيوان، وسكر هانم، وخطيب ماما، وشارع الحب. نهارك اسود، رصاصتين في دماغك، ولابس جلابيتي كمان، رصاصتين في قلبك، وطرطوري، أنا هفرغ فيك الست رصاصات، اتشاهد على روحك، اتشاهد على روحك. وفي مثل هذا اليوم من عام 1980 غابت شمس عملاق الكوميديا الكبير حسن فايع الذي رسم البسمة على شفاه الملايين وحفر اسمه في تاريخ السينما المصرية كأحد عمالقة الكوميديا على مدار تاريخها بعد أن ظل يعاني من شلل نصفي لمدة 15 عاماً.